محاولة أممية عالية المستوى لإعادة إحياء مسار السلام في اليمن، من بين قضايا كثيرة استدعت زيارة أمين عام الأمم المتحدة الجديد إلى أهم دولة في المنطقة المملكة العربية السعودية. حضر اليمن والحرب الدائرة فيه في صلب اهتمام هذه الزيارة، لذا لازم المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ رئيسه في زيارته للرياض التي تطلع إلى أن تحرك المياه الراكدة وتعيد وصل من قطع من محادثات بين الحكومة والإنقلابيين. من الرياض، اختار أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن يرد على تحالف الإنقلاب في صنعاء الذي طالب مؤخرا بتغيير مبعوثه إلى اليمن. ففي مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أكد أمين عام الأمم المتحدة أن ولد الشيخ يقوم بعمل حيادي وبطريقة قانونية ومهنية وغير متحيزة ويلقى الدعم الكامل. غوتيريس أكد أيضا حاجة الشعب اليمني للسلطة وإلى إرجاع المفاوضات وتسوية الأزمة والوصول إلى حل يمكن أن تشارك فيه الولايات المتحدة. وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أكد في المؤتمر الصحفي نفسه أن الحرب تستمر في اليمن بسبب رفض ميليشيا الحوثي وصالح الاستجابة للإرادة الدولية ولقرار مجلس الأمن رقم 2216 ونقضها لـ70 اتفاقا أبرم معها خلال الفترة الماضية. أمين عام الأمم المتحدة والوزير الجبير أثار موضوع نهب المساعدات من جانب الميليشيا الإنقلابية التي اتهمها الجبير بأنها تقوم أيضاً بمحاصرة المدن والقرى مما أدى إلى المجاعة في اليمن. غوتيريس حذر بدوره من استغلال توصيل المساعدات الإنسانية وأكد أنه سيدين أي عمل من هذا النوع.